مساء الخير على جميع المتابعين. اكتتاب جديد لعملة اسمها T2 ومشروع العملة عبارة عن تطبيق تواصل اجتماعي لكنه مختلف عن سوشيال بوب اللي كنا شرحناه. التاني كان شبيه للإنستجرام، أما هنا الموضوع مختلف فهو مشروع chat to earn، يعني شبيه شوية بتشابي زد بس مع اختلافات برضو. هنشوف كل التفاصيل واحنا بنشرح التطبيق، واللي بيميز التطبيق ده ان هو بيدعم الشبكة الجديدة شبكة بيز، وبرضو بيدعم شبكة الإيثيريوم. اول حاجة لما بنفتح الموقع ده برضو نقدر نعمله من خلال التطبيق. من فوق هنا هنربط المحفظة، بعد ما ربطنا المحفظة من صورة البروفايل هنا نقدر نضغط عليها. بعد كده هنلاقي هنا عندنا settings ممكن ندخل عليها. من هنا تقدر تغير الغلاف والصورة الشخصية وتغير الاسم، ومن على الشمال تقدر تروح لسوشيال لينك بحيث هنا تحط تويتر بتاعك، تليجرام، يوتيوب وهكذا. طيب اللي احنا بنعمله في الموقع ده واللي هنشوفه في التطبيق ملوش علاقة بالاكتتاب، فقط هو تفاعل مع التطبيق، وان لو في فرصة لإير دروب او حاجة تقدر انك تستفيد منها. فهنروح دلوقتي نبص بص على التطبيق وبعد كده نناقش تفاصيل الاكتتاب. وده شكل التطبيق اول لما بنفتحه. اول حاجة نضغط على الشعار اللي على اليمين تحت ده، وبعدين نختار المحفظة بتاعتنا. بعد ما ربطنا المحفظة هنيجي من هنا ونضغط edit. لو عايز تعدل اسمك، تويتر بتاعك، تحط قناة التليجرام، يوتيوب وهكذا. عندنا هنا هنلاقي mint one key، ان احنا نعمل له mint. المنت ده هيكون على شبكة بيز، وطبعا هنحتاج ان احنا ندفع رسوم جاز. والموقع ده بيساعدك انك تحول عملة الايثيريوم من شبكة ايثيريوم لشبكة بيز. هسيب لك الرابط بتاعه برضو في وصف الفيديو في التعليق المثبت. اول حاجة هتربط المحفظة بتاعتك من على اليمين هنا. طبعا انت مش محتاج تحول رسوم كتير، يعني على الاغلب $5 اقصى شيء تعمل ديبوزيت. بس حاليا لما حاولت احول طلع لي رسوم بقيمة $7، فانا مش هعملها دلوقتي، ممكن بعدين. طيب من تحت برضو العلامة اللي هي الكورة دي هنضغط عليها. هنا في مهام المفروض ان احنا ننفذها علشان نحصل على جوائز، فمثلا هدخل على اول مهمة. المهمة دي لو نفذتها هيديني جاز free for first key، فدي حاجة كويسة. محتاج بس اعمل ريتويت. تمام، بعد ما عملت ريتويت هاجي هنا تاني واعمل verify. ظهرت لهي باللون الاخضر. بعد كده بيقول لي اتأكد انك نزلت التطبيق. طب ما احنا في التطبيق يا جماعة، فهضغط عليها منشوف. فهروح قايل له verify لان انا كده كده منزل التطبيق. طيب هي لسه بتحمل معانا. طيب في تحت هنا check your eligibility، نضغط عليها منشوف اللي هيحصل. you are not eligible now. طيب انا هجرب اشوف تاني مهمة. طيب هو بيقول لي اعمل فولو لصفحتنا دي، فانا خلاص عملت لها فولو واضغط verify. تمام. هنا بقى مهمة رخمة، بيقول لي لازم على شبكة الاوبتيميزم يكون معاك. ايه ده، ده بيهزره، ده بيقول لك لازم يكون معاك 2 ايثيريوم او اكتر. نشوف verify كده. تالت مهمة number of transaction on optimism، اكتر من 10 معاملات على شبكة الاوبتيميزم. كل ده ليه؟ علشان هاخد جوائز tickets for multiverse soul. طيب نجرب من تحت حاجة تانية. في علامة الشات نلاقي جروب هنا، اخش اقول لهم اي حاجة. good evening. طبعا لا حياة لمن تنادي. اديك شايف كام، 3 اشخاص في الجروب، لسه التطبيق جديد. طيب اخر حاجة على الشمال هنا هنروح لزرار الهوم. في هنا شوية جروبات او اماكن ان انا اعمل فيها تشات. هنختار اول حاجة ونعمل تشات. شفت بقى بيقول لي هنا لازم تشتري مفتاح. يبقى احنا كده عرفنا ايه فايدة المفتاح اللي احنا شفناه هنا لما بنيجي نعمل mint one key. يبقى انت هتحتاج المفتاح علشان تدخل هنا تعمل تشات. طيب الاكتتاب هيكون على منصة بيت جيت،
والاكتتاب هيكون نظامه مختلف شوية، فهنعرف مع بعض كل التفاصيل. بالنسبة للتوتال سبلاي هيكون 10 مليار عملة، واللي هيكون متاح للاكتتاب في حدود 133 مليون عملة، وسعر العملة هيكون 0.15، وأقصى حاجة المستخدم يقدر يحصل عليها 666,666 عملة، أي ما يوازي 1000 دولار. طبعا الكمية دي مش انت اللي بتحددها أو بتختارها، لا هنعرف دلوقتي الكمية هتتحدد لك ازاي. الاكتتاب ليه طريقين للمشاركة، ممكن انك تشارك لوحدك او ممكن انك تشارك في تيم او جروب، وتقريبا العدد الاقصى للتيم او الفريق مع بعض ان هم يكونوا 3 اشخاص. طبعا لو اشتركت عن طريق تيم او فريق هتقدر انك تستفيد، الفريق كله هيستفيد مع بعضه بعدد العملات اللي هو مخزنها، فالمشاركة عن طريق فريق هي احسن بكتير من انك تشارك لوحدك. هسيب لك رابط الفريق بتاعي اهو، جروب اوف 3، تقريبا هيكون 3 اشخاص، فانا موجود فاضل شخصين، فانا هسيب لك رابط الدعوة للفريق بتاعي في وصف الفيديو. في حالة ان حضرتك لقيت الفريق مليان، فانا برضو هسيب لك رابط التسجيل في المنصة، او لما تسجل وتدخل على صفحة الاكتتاب هتلاقي جروبات هنا ممكن انك تضغط وتشترك فيها، لكن انا مقدرش لان انا بالفعل عندي جروب، فالموضوع ما فيهوش اي قلق، تكون في الفريق معايا او في اي فريق تاني هتستفيد اكتر ما تكون لوحدك. انا ليه برضو متشكك ان هو اقصى حاجة 3 اشخاص، لان هو هنا بيقولك الفريق الواحد have at least، يعني على الاقل 3 اشخاص، فمش عارف 3 اشخاص ده الحد الادنى ولا الحد الاقصى. انا هسيب لك الرابط وانت وحظك. طيب علشان تنضم للفريق اول حاجة لازم توثق حسابك، تاني حاجة لازم يكون معاك 50 عملة BGB، يبقى رمز العملة BGB، والعملة هتلاقي شعارها كده واسمها بيتجيت توكن. طيب ال50 عملة في الوقت الحالي سعرهم 23 دولار، تعتبر في سعر مناسب، ما هياش في سعر مرتفع، ما يغركش الشارت ده تشارت يوم واحد وكانت 44.7، يعني كل الارتفاع ده اقل من 2 سنت فقط. ولو جيت مثلا بصيت على التشارت الشهري برضو اقل قيمة هتلاقيها كانت في حدود 41 سنت، وهي حاليا 46 سنت، يعني 5 سنت فقط. طيب اللي كان عنده حساب بيتجيت قبل ما الاكتتاب ده يبدأ يقدر ينشئ هو فريق بنفسه بحيث ان الناس تنضم معاه، اما لو حضرتك انشأت الحساب حاليا بعد ما الاكتتاب بدأ فانت للأسف ما تقدرش تعمل فريق، انت لازم تنضم لأي فريق من الفرق اللي احنا شفناها. طبعا لو انت مستخدم قديم وعايز تنشئ فريق لازم تكون موثق حسابك وعندك اقل حاجة 50 عملة BGB، ده شرط من شروط الاكتتاب عموما، ملوش دعوة بتكوين فريق او لا، فانت لازم تحقق الشرطين دول بأي حال من الاحوال. في حاجة تانية برضو، لو انت انضميت للفريق اي عضو من المنضمين يقدر يبعت برضو دعوات لناس تانية بحيث ان هم ينضموا كمان. في جملة هنا بيقولك if the team is full، لو الفريق مليان، فاذا نقدر نعرف ان الفريق ليه حد اقصى، معرفش هل 3 اشخاص او اكتر. طبعا هيكون في فترة زمنية لازم في خلال الفترة دي ان احنا يكون معانا كمية من البي جي بي كحد ادنى 50 عملة، ده الحد الادنى علشان تشارك، لكن براحتك اي كمية من العملات، كل ما الكمية طبعا تزيد كل ما انت هتستفيد اكتر، فهم هيبصوا على حسابك في خلال الفترة دي كلها ويشوفوا هل انت محقق الشروط ومعاك اقل حاجة 50 عملة ولا لا. طيب نيجي لطريقة الاحتساب بالنسبة لو انت مش في فريق، لو انت لوحدك. لو انت لوحدك هتكون الكمية بتاعتك على حسب معاك قد ايه من عملات البي جي بي، هياخدوا المتوسط على مدار هنقول 10 ايام مثلا، وانت معاك 50 على 10 ايام يبقى المتوسط بتاعك 5، ده لو حضرتك لوحدك. طيب لو احنا بقى في تيم هيحصل ان هيتجمع كل عدد عملات البي جي بي اللي معانا وتتضرب في 2، ففي فرق شاسع بين الفريق واللي بدون فريق. طيب من النهاردة اللي هو يوم 27 اكتوبر لحد 6 نوفمبر، دي فترة تكوين الفرق او الانضمام لفرق، فانت معاك لحد يوم 6 نوفمبر.
امتى هيبتدوا يحتسبوا عدد عملات بي جي بي اللي معاك واللي مع الفريق من بداية يوم 4 نوفمبر لحد يوم 6 نوفمبر، يعني 3 أيام فقط. يوم 6 نوفمبر لازم تفتح الموقع علشان تعمل خطوة، وهيكون معاك يوم كامل لحد يوم 7 نوفمبر، وهو ان هم هيحسبوا بناء على عدد البي جي بي اللي معاك او مع الفريق بتاعك مقارنة مع الكل وعدد العملات اللي هتتوزع. فهيحسبوا لك مثلا، وليكن انك في الحالة دي هتقدر تشتري بما هو قيمته 500 عملة بي جي بي، لان الدفع هيكون بعملة بي جي بي مش بيو اس دي تي ولا باس دي ولا اي عملة تانية، عملة المنصة فقط. فقالوا لك مثلا هتقدر انك تشارك كحد اقصى بما هو قيمته 500 عملة بي جي بي. انت في اليوم ده تقدر بقى تحدد ده الحد الاقصى، يعني ممكن تقول لا انا والله هدفع بس 100 بي جي بي، مش عايز بال500. في اليوم ده انت اللي هتختار، هتفتح الموقع تختار الكمية اللي هتشتري بيها وتدوس زرار كوميت. طيب يوم 7 نوفمبر هيكون اعلان النتائج وتوزيع العملات وادراج العملة على المنصة. العملة نفسها هتكون على شبكة الإثيريوم، لكن ما تقلقش لأنك مش هتدفع جاز فيه، دي منصة مركزية، كل حاجة هتنزلك على حسابك في المنصة، تقدر على طول تروح تعمل تريد وتبيع مباشرة، لا هتعمل كليم ولا تربط محفظتك الخارجية ولا أي حاجة، كله مرتبط بالمنصة. أتمنى تكون أحد المنضمين لفريقي وتكون استفدت، وأشوفك في فيديو آخر. سلام.